في القرن الثالث كان هناك الشيخ العلامة موسى بن علي بن عزرة العزري الأزكوي رضي الله تعالى عنه ورحمه وغفر له، هو من طلاب موسى بن أبي جابر الأزكوي من حملة العلم إلى عمان، ومن شيوخ محمد بن محبوب، علامة كبير الشيخ موسى بن علي، وكان فقيها نبيها نبيلا وكان شابا. الشيخ موسى بن علي كان في الثلاثين من عمره وكان مفتيا مجتهدا لا يقدم أمر ولا يؤخر إلا برأيه ومشورته. ابن ثلاثين سنة، ابن ثلاثين سنة والناس تو واحد يعيش ويموت وكذا وما عنده خبر، المتنبي يقول في الناس أمثلة تدور حياتها كمماتها وماتها كحياتها، المتنبي يقول في الناس أمثلة تدور حياتها كمماتها وماتها كحياتها، عفت النكاح حذار نسل مثلها، يقول ما تزوجت أخاف أن يعني أرزق نسل كهذا النسل الميت هذا الذي يعيش يخرج في الحياة ويذهب ولا أبدا ما حد يعلم به ولا يشعر به أحد، ما ليس له أثر ولا نور ولا برهان ولا تأثير في الحياة. حتى حفظت على النساء بناتها. ثلاثين سنة يقود الأمة ويهدر هدي السيل، كان رجل فقيه راسخ يدلك على رسوخه في الفقه أنه توضأ يوما من بئر ثم مشى فتبعه واحد من ضعاف العلم وقال الشيخ موسى البئر التي توضأت منها وجدنا فيها طير ميت، قال لعله مات بعد أن توضأته. شوف الرجل قال وجدناه قد تقطع، قال لعل طيرا قطعه قبل أن يقع، هو ماشي مو حتى ما وقف حتى ما يسأل يوسوس كيف أن يكون شيء من الناس وسواسيين يغتسل ماء يسدح بعير وهو موسوس بعده اغتسل ولا ما اغتسل، يمكن انها ما وصل ماء يمكن انها ما جاء ماء، وسواس. الشيخ موسى يعلم الأمة الحزم والفقه والرسوخ في القدم، قرأ سيرته تجد عجبا من العجب.